كتاب المنهاج، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من مات وعليه دين تعلق بتركته مراعاة للميت، يعني إن الدين يتعلق برقبة الميت. لما؟ لأن الميت يحاسب عند ربه جل في علا في قبره، وإن كان من أهل الجنان يحبس إن كان عليه دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشهيد يغفر له ذنبه مع أول دفع من دمه. قال بعد ذلك: قال إلا الدين، إلا الدين، إلا الدين أخبرني به جبريل الآن، إلا الدين أخبرني به جبريل الآن. يسمعون؟ نعم. فأمر الدين خطير. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: ترك وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم، فهو يحبس بدينه. فلذلك قال: من مات عليه دين تعلق بتركته مراعاة للميت حفاظا عليه، لأنه ينقذ بذلك. قال: تعلقه بالمرهون كتعلق المال بالرهن، وأنت تعلم أن المرتهن عنده الرهن وثيقة من أجل الحفاظ على ماله. لذلك قال: من مات عليه دين تعلق بتركته تعلق بالمرهون، لأنه أحوط للميت، إذ يمتنع الحالة هذه التصرف جزما حتى يسد هذا الدين فتبرأ ساحة المدين الميت. قال: وفي قول كتعلق الأرش بالجاني، لأن كل واحد منهما ثبت شرعا بغير رضا المالك. والحق بأن تشبيه تعلق الدين بالتركة كالتعلق بالمرهون أقرب من التعلق بأرش الجاني. وقد شبهه بعض علمائنا كما في نهاية المطلب بأنه كحجر المفلس، فالمفلس يحجر عليه فلا يتصرف من أجل الحفاظ على مال المرتهن. كذلك الورثة لا يتصرفون في المال حتى يسد الدين لتبرأ ساحة الميت وعرض الميت وهو في قبره، لأنه حتى لو كان في الفردوس الأعلى فإنه يحبس بدينه. قال: فعلى الأظهر، المصنف يقول: فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح، يعني المسألة ليست واقفة على دين قليل أو كبير أو كثير، لأن المسألة النظر فيها أصالة على عرض الميت والحفاظ على الميت وأيضا على آخرة الميت. هم لو كانوا في الدنيا فالحفاظ على دنيا فيها ما فيها من الاحتياطات وأخذ بالأسباب، فالحفاظ على الآخرة من باب أولى في ذلك، كما هو قياس الديون. وقيل إن كان الدين هذا القول الثاني هو أضعف في المذهب، وإن كان الخلاف فيها قوي، إن كان الدين أقل نفذ تصرف الوارث إلى أن لا يبقى إلا قدر الدين. والصحيح الراجح بأنها تستوي، لأن النظر فيها في المآل إلى الميت وحق الميت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر، فظهر دين برد مبيع بعين. وصورة هذه المسألة بأن زيد مات وليس عليه دين، والوارث يتصرف في المال الذي تركه لأنه صار ملكا للورث، ثم ظهر سلعة كان قد اشتراها أو كان قد باعها وظهر فيها عيب، يعني الميت باع السيارة والسيارة كان فيها عيب ولم يدري بها صاحبها، يعني لم يدري بالعيب صاحبها إلا بعد موت البائع ودفن البائع ظهر العيب، فذهب يرد، والشرع كفل له رد بإيش؟ رد بالعيب. فرد العيب هنا هيكون هنا دين، لأنه إذا رد السلعة وحصل الغف الرد فلا بد أن يأخذ مقابل ذلك الثمن، فصار كالدين مع التركة وتعلق الدين بالتركة. لذلك قال: لو تصرف الوارث ولا دين ظاهر، فظهر دين برد مبيع بعيب، فالأصح أنه لا تبين فساد تصرفه، يعني لا يرجع على الوارث بأنه يفسد تصرفه، هذا على الأصح، لأنه كلا شيء، لأنه لما تصرف حين تصرف ما كان هناك ما يمنع من تصرفه، لأنه تصرف كان سائغا له وما ظهر ما يمنع من التصرف. والثاني قلنا في الأصح، فهذا خلاف في المذهب وهو خلاف فيه قوة، لكن الأصح هو أنه تصرفه صادف محلا قابلا للتصرف فلم يرد. قال: والثاني يتبين هذا عندما قال في الأصح هو أنه لا يتبين فساد تصرفه، لأنه تصرف كما قلنا تصرفا وصادف محلا قابلا. الثاني يتبين فساده إلحاقا لما تجدد من الدين بالدين، يعني هذه كأنها بتغذية راجعة يرد على ذلك ويكون هذا التصرف ليس صحيح، والأصح والأول أصح. لكن إن لم يقضى الدين فسخ ليصل الحق إلى مستحقه حتى لا يحبس حق الآخرين الذي رد بالعين، ولا طريقة إلا ذلك، إذ لا دين على الوارث حتى يطالب. وقوله يقضى يعني هذه تعم القضاء، قضاء الوارث وأيضا قضاء الأجنبي. ك
ختاما لكتاب الرهون بفضل الله في علاه، ولا خلاف أن للوارث، قال المصنف ولا خلاف أن للوارث إمساك، ولا خلاف أن الوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله، لا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله. والمعنى أن 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 الميت ترك دارا فأمسك وعليه دين، فهو من نفقاته من ماله هو الوارث، من ماله هو سد الدين، لأنه هذا تعتبر الحصة من نفس الدار أو من نفس الشقة أو من نفس الأرض، فهو حافظ على التركة التي تركها الميت، والميت عليه دين تأخذ من التركة كأنها مسألة تخارج، فهو سد من ماله الخاص الدين فصح له ذلك، لا خلاف أن الوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله، لأنه خليفة، خليفة المورث، والمورث كان له ذلك. إذا أوصى، لو أوصى ببيها في وفاء دينه فوصيته نفذ. يعني الحال الوحيد نقول أنه لا يصح له أن يفعل ذلك، يكتف الوصية بع الدار وسد الدين والباقي لك في التركة، يبقى هذه وصية نافذة، هذه وصية نافذة فقط. قال المصنف: والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث، أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث. لما؟ لأنه لو كان باقيا على الملك، على ملك الميت، لوجب أن يرثه من أسلم أو أعتق من أقاربه قبل قضاء الدين، ولا يرثه من مات قبل القضاء من الورثة. قال هنا: والصحيح، والصحيح هناك مقابله الضعيف أنه يمنع، هناك المنع القديم والدلالة على ما استدل به من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا القديم، والجديد هو المعتمد في المذهب وهو الصحيح كما قال العلماء. ثم ختم بقوله: فلا يتعلق بزوائد التركة، المعنى لا يمنع الإرث، فلا يتعلق بزواد التركة ككسب ونتاج، الله تعالى أعلم، لأنه تابع للملك، فإن قلنا يمنع انتقالها فيتعلق بها لبقائها على ملك الميت، وهذا ما صححه علماء المذهب. وبهذا نكون قد انتهينا وختمنا كتاب الرهون بفضل الله جل في علاه، وانتقل المصنف بعد ذلك إلى كتاب التفليس. كثير من الرسائل: أنتم أهل فضل وكرم وعطاء، وأنا قلت السبب الرئيسي لدخولي الدرس الآن لأني أعلم أن أهل العلم وطلبة العلم ولو حتى بلغت ذنوبهم عنان السماء فهم أفضل الناس على الإطلاق، هم حماة شريعة الله جل في علاه، ومنهم من يرفع يديه وتكون له دعوة مستجابة، فأريد منكم الدعوة. هذه المرأة أقسم برب العزة ما فطرت عن ذكر وصلاة وقيام وصيام، حتى أنها شرعت في صيام الست من شوال، وهي كبيرة السن جدا، طعينة في العمر، وكانت يعني مرضها الذي أتعبها أنها ضعفت عينها أن تنظر في المصحف، فأتت بهاتف فيها المصحف يقرأ وهي تنظر في المصحف حتى تجمع بين السماع وبين الرؤية، ورب العزة لها ما لها من الميل للطاعة ما يعلم به إلا الله جل وعلا. فأثرت أن أقول الجميع منكم من دعا لها، يعني احنا نصف ساعة كم بقي أيمن على الصلاة؟ نصف ساعة وذا ستبدأ صلاة المغرب، وبعد كده سنصلي عليها الجنازة، لعلكم في هذا التوقيت بدعاء يعني صادق مخلص يقبل الله منه فيدخلها فسيح الجنة بإذن الله. ننتقل إلى الدرس.